يتكلم على العالم الأمازيغي، لأن العالم الأمازيغي ظهر بكثرة في المظاهرات، واللي كتب له هذه الكلمة زيد نقول الناس كتب له ما عندهاش عمق تاريخي. واش هذا العالم الأمازيغي اللي راه يخرج واللي كاين تحسوا منه جماعة هذوك البعثيين الأوروبيين اللي حبت زيادة تكون تابعة لبغداد. إيه حبت زيادة تكون تابعة لبغداد. أنا تكلمت مرة وقرا معايا وصديقي شوتري، سمعت اللي هو أمين عام تاع حزب البعث في الجزائر، وكان مشى وكان أمين إقليمي في بغداد، كان عاطي له منصب في عهد. لقيت واحد نهار قلت له يا خويا شوتري تتحبنا، وقرا معنا مع بعض في مدرسة، قلت له تحب تزير تعود تابع لبغداد؟ قال لي وعلاش لا؟ قلت له حنا مليون ونص هذوك ماتوا باش نعود تابعين لبغداد؟ والله قول لي برك أنا بابا خدنا 45 يضرب باش نعود تابع لبغداد أنا. دونك هذه جاي من عند هذا لي بانارابيست، هذا الخل اللي يقول لك حنا لازم نكونوا تابعين. العلم الأمازيغي يعبر عن العمق التاريخي للجزائر، والناس اللي مساكن ذاكرتهم خانتهم واللي هما ضحايا سياسة النسيان هما اللي عندهم حساسية من العلم الأمازيغي. العلم الأمازيغي هو أن يرمز إلى وحدة شمال إفريقيا اللي الحازم السالي رحمه الله وأب الحركة الوطنية الجزائرية، مهما يكون جدال الحجم السالي بعد 54 خرجوا للطريق، ولكن هو أب الحركة الوطنية الجزائرية. قبل ما يأسس حزب لاستقلال الجزائر أسس حزب لاستقلال كل دول شمال إفريقيا، الجزائر تونس المغرب ليتوان نور أفريكان، أسسها هنا في فرنسا. هذه الأولى. ثاني يرمز لأنك العالم الأمازيغي توجد في المغرب، توجد في الجزائر، توجد في تونس، ما هوش تاع قبيل، ما هوش تاع الشاوية، ما هوش تاع بني مزار، ولا تاع التوالي، ولا تاع مطماطة في تونس، ولا تاع الريف في المغرب، ولا تاع الشلوه. العالم الأمازيغي لأنه تمزغة تمتد من جزر القناري إلى جزيرة سيوة، ولما تمشي سيوة في مصر توج ناس يتكلموا بالأمازيغية. اللي يحب الناس هذوما اللي حابين يدفنوا تاريخ الأمازيغ هذوما الناس اللي غالب عليهم. لما نقولوا الأمازيغ بناوا البراج بالول اللي النظام الجزائري يتجاهلها، اللي من المفروض راه يجيب لنا ملايين دولارات كل سنه من عند السواح، قال روحوا شوفوا اش كان يبني الامازيغ هذه 16 قرن 17 قرن نضت، نبنيو دي تور دو 7-8 ايتاج، نبنيو ابراج بسبعه. امشي شوف باركور دو غوفي شروف اتروفي، امشي شوف مدغاسن، امشي شوف تاع التاسيري. كيفاش تجي تتكلم على عالم يرمز الى تاريخك انت مش مأزيج؟ انا اللي الشيء اللي ضايقت منه لما نشوف العالم الفلسطيني كل يوم في المظاهرات تكلم على هذا، لان انا بالنسبه لي نقول لك تاع الموساد داخلين في النص ويستعمل العالم الفلسطيني، لانه جاب العالم الفلسطيني في قضيه جزائريه. انت روح روح دابور، احنا راه نساعدو فيكم باش تحرروا، احنا نساعدوا فلسطين باش تحرر. واش جاي تقول العصابه وهذه ضربوا تاع فلسطين؟ لا هذا هو. اما العالم الامازيغي اللي هو يتكلم على العالم الامازيغي، هو يتكلم على كل راية، قال لك يتكلم على العالم الامازيغي وما عندوش شجاعه، لانه شوف العسكري عمره ما يتكلم بالمعاني. العسكري معروف انه يوضح ايدونتيفي، سمعت العدو يدونتيفي النقاط تاعو، كل شيء يكون واضحة، لأنك تدخل في معركة تقدرش تتكلم بشيء مبهم هكذاك بركة فلاب بري. لازم يكون انت راك تتكلم على العالم الأمازيغي، ما هوش تاع القبائل، وإلا عندك حساسية من القبائل، وما هوش تاع الشاوية وانت شاوي، وما هوش تاع بني مزاب، وما هوش تاع الجرابة في تونس، ولا التعريفيين ولا تاع الاخر. هذا عالم شغل
احنا نشوفوا قدام ضربوا فرنسي، قدام ضربوا اسبانيول، قدام العالم الايطالي، قدام العالم الالماني، العالم تاع الاتحاد الاوروبي. احنا نتمناو انه تمز غتوحد وانه يتوحد المغرب الكبير، يسمونه المغرب، يسمى افريقيا.